لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري. في هذه اللحظات مراسم التتويج وسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني يقدم هذا الرمز العظيم، هذه الشلفة الذهبية إلى سعادة الشيخ حمد بن تميم بن حمد بن خليفة الثاني. وكذلك يتوج سعادة الشيخ جوعان سعادة الشيخ حمد بن تميم بن حمد بن خليفة الثاني أيضا بالخنجر الذهبي للعديد أو لملفت الذي انتزع شوط اللقاء القعدان المفتوح. وتوج أيضا سعادة الشيخ جاسم بن تميم بن حمد بن خليفة الثاني بالشلفة الذهبية للحذر التي فازت باللقاء البكار العمانيات. أربعة رموز مميزة، أربعة رموز ذهبية، ها هم أنجال سيدي أمير البلاد المفدى بعد تتويجهم بالرموز الذهبية. نهنئ أيضا المضمر محمد بن خالد العطية مضمر العديد من شارك وساهم في هذا الفوز وفي هذا الانتصار. يغادر سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني.